خلونا نعرف تفاصيل اكتر معانا عبر الهاتف دكتور احمد عبد العال المتحدث باسم هيئه الارصاد الجويه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. دكتور احمد لسه بقول دلوقتي امتى هنحس ان احنا عندنا فصلين ربيع وخريف؟ ما بنحسش بيهم خالص، على طول بالنط من شتاء لصيف ومن صيف لشتاء. ايه اللي بيحصل؟ لا طبعا بالعكس، احنا عشنا فصل الخريف كان من سنة في مصر، خاصة هذا العام، وخاصة انه الحمد لله ما كانش فيه سيول، لكن كان من اجمل السنة في درجة حرارته، كان في اظهار الجوية بتاعته كانت معتدلة. الربيع ايضا كان من الاجواء الجميلة جدا، ولأول مرة برضه صار دورات مناخية ان احنا ما نشوفش فيه رياح الخمسين. لا احنا شفنا فعلا ربيع وخريف، ولكن هو يمكن الشتاء لما بيجي بيخلينا ننسى الايام الخريف اللي احنا عشناها. اللي هيحصل فعلا ان في انخفاض في درجات الحراره يوم الجمعه، من الجمعه للحد، واحتمال يكون في امطار وسيول زي ما الارصاد بتقول، ولا دي توقعات ممكن ما تكونش دقيقه؟ لا ده ايام اثرت هيئه الارصاد الجويه اليوم، ان هناك في اضطراب في الاحوال الجويه. الاضطراب ده هيبدا من بكره، هيبقى فيه امطار هي صح هتكون خفيفه على جنوب البلاد، اللي هو الاقصر واسوان وحلايب وشلاتين. بعد غدا الجمعه يبدا نشاط للرياح، والامطار هتروح من تبقى في شمال وجنوب الصعيد وايضا جنوب سيناء. السبت هو اللي هيكون فيه ظواهر شديده بنشاط الرياح على كافه الانحاء الجنوبيه، وايضا هيبقى فيه امطار على كافه الانحاء الجنوبيه وانخفاض في درجات الحراره. طيب دكتور احمد، يعني في على جوجل بتطلع درجات حراره والعظمى كذا على مدى 10 ايام، ايه مدى دقه التوقعات اللي بتصدرها جوجل دي؟ هل هي حقيقيه ولا توقعات ممكن تكون مش حقيقيه خالص؟ هي طبعا اغلبها ما بيبقاش حقيقي، واغلبها بيبقى متفاوت كتير جدا عن الحقيقه، لان طبعا ده مضبوط. اذا كان صدق يوم بيبقى بعض الايام بتاعته ما بتبقاش دقيقه فعلا، عكس اللي بيحدث فيها الأرصاد الجوية، لأنها هي الجهة المسؤولة والجهة اللي فيها الحساب. يعني لما بيكون واحد بيخطأ بيتحاسب، لكن ده بيتعمل مجرد موديل، وصدق ما صدقش دي مش مشكلة بالنسبة لنا. طيب توقعات الجمعة للحد هيكون في توقعات بأمطار، درجات الحرارة هتكون كام يا فندم الأيام القادمة يعني؟ يعني هي طبعا غدا وبعد غد هيختلف عن يوم السبت، يعني غدا درجات حراره على الساحل الشماليه هتروح من 15 19 وادي البحر القاهره ما بين 19 و 20، جنوب سيناء شرم الشيخ والغردقه ما بين 23 24، شمال الصعيد ما بين 20 21، جنوب الصعيد تراوح ما بين 24 25، لكن من بعد كده جمعه والسبت تبدا تنخفض الى تصل على القاهره الى 17 درجه. طيب بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد عبد العال رئيس مجلس اداره الهيئه العامه للارصاد الجويه.